مرحبا بكم. نشرتنا الاقتصادية المفصلة تأتيكم في موعدها على شاشة النيل الأخبار وفيها. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصناعة، وخلال جولة تفقدية في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بالسادس من أكتوبر، أكد مدبولي استمرار كافة أجهزة الدولة المعنية في تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين. وخلال جولته تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إحدى شركات مجموعة هندية تعمل في مصر، حيث شهد افتتاح التوسعات الجديدة للشركة والتي تم فيها الاستعانة بأحدث التكنولوجيا الألمانية. كما شهد مدبولي افتتاح خطوط إنتاج لإحدى شركات المواد الغذائية، وأوضح مسؤول الشركة أنه سيتم ضخ استثمارات تصل إلى 700 مليون جنيه حتى عام 2025، مشيرين إلى أنه تم بالفعل توجيه 100 مليون منها هذا العام لإقامة خطوط إنتاج جديدة. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تعزيز وزيادة قدرات القطاع الخاص، وأكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على لقاء عدد كبير من رجال الصناعة ومتابعته مع الحكومة ملف تمكين قطاع الصناعة والقطاع الخاص. الواحد بيسعد جدا جدا بالتوسع الكبير اللي بيحصل في قطاع الصناعة، وأيضا بالذات طبعا في هذه المنطقة الصناعية المميزة. الحقيقة المصانع اللي احنا رحناها الحمد لله دي مصانع النهاردة وصلت لمستوى العالمية، ومش فقط بتنتج وبتغطي احتياجات السوق المحلي، ولكن كمان الاهم انها بقت بتصدر، وبتصدر يعني بكميات كبيره، واصبحت حتى يمكن زي ما يعني الواحد كان سعيد وهو بيسمع هي مرجعيه للاسواق العالميه، بمعنى ان يعني حتى العماله اللي بتبقى مثلا من دول في اوروبا او في دول متقدمه بيجوا هنا يتدربوا هنا في المصانع دي عشان يرجعوا يشغلوا خطوط انتاج في الدول بتاعتهم. اهم شيء يمكن الدوله انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس للأهرام للطاقة تحت عنوان الآفاق الجديدة للإنتاج واستخدامات الطاقة، والذي يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء. وعلى مدار 5 جلسات ناقش الحضور العديد من الموضوعات، من بينها استراتيجية قطاعي البترول والكهرباء ورؤية الشركات والمؤسسات العالمية والمنظمات الدولية لقطاع الطاقة في مصر. تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، انطلقت فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر الأهرام للطاقة. كمؤسسات صحفية لنا دور مهم جدا، تمام؟ احنا يعني جنب دولة، مؤتمرات دي فائدتها ان احنا كلنا بنتكلم في خبرة موجودين في رؤى بتظهر في المؤتمر ده، يعني شريك فعال للدولة المصرية، وده دورنا. احنا عارفين حجم التطور الهائل اللي حصل في موضوع الطاقة في مصر الآن. يعني كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في الطاقة بجناحيها، البترول والكهرباء. كنا وصلنا في مرحلة من المراحل ان احنا كان عندنا مشكلة دائمة في الانقطاع المتكرر للكهرباء، كانت مشكلة الحقيقة خطيرة جدا بيعاني منها المجتمع المصري. الآن تحول الأمر إن إحنا عندنا فائض يكفي للمزيد من التطور الصناعي والتوسع الصناعي، فائض بيكفي للتصدير للدول المجاورة. المؤتمر الذي انطلق تحت عنوان الآفاق الجديدة للإنتاج واستخدامات الطاقة ناقش العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بمستقبل الطاقة في ضوء النجاحات غير المسبوقة التي حققتها الدولة المصرية في هذا المجال، اعتمادا على عدة مسارات أهمها تحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة. هنعرض ما يدور في مجال الطاقة الكهربية في مصر في الوقت الحالي، ويمكن احنا كنا فين وبقينا ازاي، وتصورنا للمستقبل ايه، وايضا حركة بترينا ندخل حاجات جديدة. يعني النهاردة ما نتكلم على الجرين هيدروجين او الهيدروجين الاخضر، وعدد كبير من المؤسسات العالمية مهتمة بهذا الامر وبالذات في الاستثمار في مصر. يحظى المؤتمر باهتمام ومتابعة من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الطاقة بشقيها الأساسيين الكهرباء والبترول. يأتي انطلاق مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته الخامسة لإلقاء الضوء على الآفاق الجديدة والرؤية المستقبلية للإنتاج واستخدامات الطاقة. من مقر انعقاد المؤتمر، أمل صبري، النيل.
أكدت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع أن مهرجان الدولي للتمور والمقرر تنظيمه في أسوان خلال عام 2022 يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف الارتقاء بجودة وتنافسية التمور المصرية. وخلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بشأن تنظيم المهرجان بمحافظة أسوان خلال عام 2022، أشارت جامع إلى أن البروتوكول يعكس النجاح الذي حققته الدورات الأربع السابقة للمهرجان الدولي للتمور المصرية بواحد سوى، والذي شرفت دورته الثلاث الأخيرة برعاية الرئيس السيسي. وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على ترخيص مشروع تنمية حقل الأمل النفطي بخليج السويس وحفر بئر لصالح إحدى الشركات البترولية. وخلال اجتماعها برئاسة وزير الري وحضور وزيرة البيئة وممثلين عن الوزارات والمحافظات المعنية، وافقت اللجنة على الترخيص لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، من أهمها إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض عبارة عن رصيف بحري بطول 100 متر ببناء سفاجة تعدني بمحافظة البحر الأحمر. اتفق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان على تشكيل لجنة لتطوير منظومة عمل الهيئة على أن تعرض أعمالها خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهر. وأشار وزير الإسكان عاصم الجزار إلى أنه تمت مناقشة عدد من القواعد والأليات الموضوعية للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية. وخلال لقائها وفد يضم 12 من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي، استعرضت الوزيرة دور الوزارة في إدارة محفظة التمويلات الإنمائية والتي تبلغ 25 مليار دولار أمريكي وتضم 377 مشروعا في كافة محاور التنمية. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم تأثرا بعمليات بيع للمستثمرين لتسوية مراكزهم المالية مع قرب نهاية العام. تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 بنحو 0.75%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنحو 0.6%. إلى السعودية، حيث أظهرت بيانات رسمية استقرار معدل البطالة بين المواطنين السعوديين عند 11.3% في الربع الثالث من العام. وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة بين سكان السعودية في سن العمل، أي كل من تزيد سنه على 15 عاما، بلغ 6.6% في الربع الثالث دون تغيير عن الربع السابق، لكن بانخفاض 1.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث من العام الماضي. قال مصرف الإمارات المركزي إنه سيستخدم معايير جديدة للإشراف على انكشاف البنوك على القطاع العقاري، وأضاف البنك أن ذلك سيتطلب من البنوك مراجعة وتحسين سياستها الداخلية بهدف تعزيز ممارسات منح القروض والتقييم وإدارة المخاطر العامة في انكشافها على القطاع العقاري. هبطت الليرة التركية لقاعا غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار، وفقدت الليرة نحو 55% من قيمتها هذا العام، منها 37% في آخر 30 يوما. وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر. في أسواق البترول العالمية تراجعت الأسعار لأكثر من 2%، إذ غزّ ازدياد الإصابات بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة لتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت، الذي تراجع بالفعل أكثر من 3 دولارات إلى 70.5 دولارا. وهبط خام الأمريكي أيضا أكثر من 3 دولارات إلى 67.78 دولار للبرميل. استقرت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف من سرعة انتشار أوميكرون من فيروس كورونا في الإقبال على شراء المعدن النفيس كملاذٍ آمن للقيمة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 من الدولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.2%، وتراجع البلاديوم بنحو 1%، في حين تراجع البلاتين 1%. أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض حاد اليوم بعد أن أخفق خفض الصيني لسعر الفائدة على الإقراض في رفع معنويات المستثمرين، إلى جانب من تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد.
هبط مؤشر نيكي 2.13% في أكبر خسارة له بالنسبة المئوية منذ 26 من نوفمبر، وتراجع مؤشر طابكس الأوسع نطاقا 2.17%. أظهرت بيانات من الجمارك الصينية أن صادرات الصين إلى كوريا الشمالية تراجعت في نوفمبر عن الشهر السابق عليه في ظل استمرار جائحة كورونا، وانخفضت الصادرات الصينية لكوريا الشمالية إلى 34.7 مليون دولار في نوفمبر من 39.8 مليون دولار في أكتوبر. يأتي ذلك بالمقارنة مع صادرات بلغت 262 مليون دولار في نوفمبر 2019. في العراق استطاعت المرأة تحقيق نجاحات في شتى مجالات العمل. نور الجنابي واحدة من الأمهات العراقيات التي استطاعت أن تخترق مجال النجارة لتساعد أسرتها في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. مهن عديدة يراها البعض عاصية على النساء، إلا أنهن يثبتن كل يوم أن حب العمل والمثابرة على مواجهة التحديات يمهد طريق النجاح. من بين تلك الأمثلة نور الجنابي، امرأة عراقية وأم لأربعة أطفال تخترق مجال النجارة. فعلى مدى ساعات يوميا تنشر نور الخشب وتجمعه وتجدد قطع أثاث منزلي في إطار مشروع نجارة صغير خاص بها أسسته في بيتها قبل عام تقريبا. بلشت من حوالي سنة تقريبا، قبل السنة يعني هاي بلشت إنه هي صارت مهنة إلية. قبل السنة تقريبا حوالي 4 أو 5 سنوات أنا كلش هاوية، كلش أحب هاي العدد والأدوات، أحب أشتغل بالنجارة، أحب الخشب، يعني أحس فد شيء كلش حلو، يعني إحنا نقدر نحركه ونسويه كيفنا. فهي كانت هواية من سنة تقريبا هي صارت لي مهنة. تستخدم نور حاليا حديقة ومرأب بيتها إضافة إلى غرفة الاستقبال لتخزين أدواتها ومستلزمات عملها الذي يوفر لها نحو 200 دولار شهريا. وشغل يعني يحتاج ساعات كلش طويلة بالعمل، يعني مو ساعة أو ساعتين، فدائما وهو وقت الصبح للبيت وللأطفال وراها الوقت اللي هو ممكن يعني غالبية أم أي بيت هو يكون لها وقت راحة أو وقت شلون للاسترخاء. أنا هذا الوقت يعني شاغلته كله بالعمل، مرات وأحيانا ساعات طويلة من الليل، مرات 12 الوحدة أبقى. نور التي تقضي وقتا طويلا في عملها استطاعت تحقيق معادلة اجتماعية واقتصادية صعبة، لكنها تدر عليها عائدا ماديا تساعد به أسرتها على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة بينما تحقق ذاتها وتشبع شغفها للعمل. أخبار الاقتصاد انتهت في هذه النشرة، هذه تذكرة بأهم العناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تعمل على التأثير على المستثمرين وزيادة قدرات القطاع الخاص. الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار. أسعار البترول العالمية تتراجع بأكثر من 2% بسبب ازدياد الإصابة بمتحور أوميكرون. نشرتنا انتهت، دمتم في أمان الله.